السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. اهتزت الأسرة الجامعية بولاية غليزان في الساعات الأخيرة على وقع خبر صادم وفاجئة أليمة بعد الإعلان عن وفاة مديرة في مقتبل العمر بسبب خطأ طبي. ولكن وقبل البدء في الفيديو فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. توفيت في الساعات الأخيرة مديرة مكتب الحقوق بولاية غليزان والمدعوة عائشة كبوش. وقال مقربون أن هذه المرأة يحبها الكبير والصغير، وهي إنسانة طيبة الأخلاق. بشهادة أهلها وزملائها بجامعة غليزان، كانت تعاني من كيس في الرحم، وأثناء العملية الجراحية عند طبيب خاص ومعروف بولاية غليزان حدث خطأ طبي وتوفيت للأسف. إنا لله وإنا إليه راجعون.